سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. وضع على الأحداث في هذا اليوم أبدأها من فلسطين، حيث أكد القيادي بحركة حماس حسام بدران تأجيل مباحثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة حول ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية. وقال بدران في تغريدة عبر تويتر: تأجيل مباحثات الفصائل في القاهرة حول التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة اليوم الاثنين، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن القاهرة هي التي طلبت إرجاء استئناف الاجتماعات. إلى ذلك نددت حركة حماس بإصرار حركة فتح على خنق قطاع غزة ومنع أي فرصة لإنقاذه. وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن تهديدات عريقات بوقف أي تمويل لغزة تعكس إصرار فتح على خنق غزة ومنع أي فرصة لإنقاذها. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد طارق حمود مدير مركز العودة. أرحب بك سيد طارق حمود. بداية، كيف تقرأ هذا التأجيل لمباحثات القاهرة؟ نعم، أولا بداية ينبغي أن ندرك بأنه المشهد الآن هو مشهد تفاوضي ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين الطرف الإسرائيلي من خلال الوساطة المصرية، وبالتالي أي تطورات ينبغي أن تقرأ في سياق المشهد التفاوضي أو على أنها أداة من أدوات التفاوض. لذلك تأجيل الموضوع هو أحد أدوات الضغط التفاوضي، وأيضا لتمرير فرصة فيما يتعلق بالمخطط الإسرائيلي لإيجاد تهدئة بدون اتفاق. ولذلك رأينا بأنه هناك تزامن ما بين التأجيل والانفراج في بعض الأمور من خلال الطرف الإسرائيلي. لذلك تم توسيع منطقة الصيد، فتح المعابر من الإسرائيلية، الوعد بزيادة الوقود المتجه إلى غزة غدا ربما أو اليوم، وبالتالي هناك انفراجة من الطرف الإسرائيلي مترافقة مع التأجيل. هذا طبعا أساسه هو رغبة إسرائيلية بأن يدفع حماس أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمقابلة هذه الانفراجة بانفراجة أو تهدئة الأمور من طرف قطاع غزة، وبالتالي الوصول إلى تهدئة من غير اتفاق. ولكن هذه التهدئة جاءت بعد لقاء بين المصريين وحركة فتح، وبالتالي الإشارة هنا إلى حركة فتح أو مصر. لا، هو التهدئة حتى الآن لم تقم، وبالتالي لا تزال، يعني لا يوجد هناك أي طرف مرتبط بتهدئة معينة، خاصة أنه حماس أيضا أعلنت بشكل واضح بأنه لا يوجد هناك تهدئة وأنها غير ملتزمة بأي شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل متعلق بمعادلة رفع الحصار مقابل التهدئة. ولذلك الآن هناك محاولات لفرض تهدئة من غير اتفاق كما قلت من الجانب الإسرائيلي. المسألة الأخرى أيضا، هناك حركة فتح تحاول الضغط أكثر وأكثر حتى لا يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة وعزلها أكثر من ذلك. يجب أن يكون أي اتفاق متعلق بقطاع غزة مرتبط بحركة فتح أو بالسلطة الفلسطينية في رام الله. وهذا أيضا تطور مهم في المشهد خلال الفترة الأخيرة، بأنه هناك أيضا حالة إدارة ظهر للسلطة الفلسطينية في رام الله ومحاولة التواصل المباشر مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. هناك تداخل حقيقة بين عملية المصالحة وبين التهدئة. هل يمكن القول اليوم بأنه حركة فتح هي من تعرقل التهدئة خوفا من انعزالها أكثر، أو السلطة إذا صح التعبير؟ طبعا حركة فتح تحاول أن تعرقل التهدئة وتعلم بشكل واضح بأنها معترضة على التهدئة بموقف بصراحة غير مفهوم، لأنه أيضا هي لا علاقة لها بالتهدئة، يعني من الناحية العملية ليس لها أي ضلع سواء في فرض التهدئة أو عكس ذلك، لأنه فتح تدخل في مسار مختلف عن المسار الذي تعيش الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. لذلك نعم، فتح لها مصلحة في أن لا يتم هذا، لأنه هذا سيعزلها أكثر وأكثر، لكن القضية ليست متعلقة بقدرة فتح على فرض معادلة معينة في قطاع غزة. هي تحاول ترى بأنه أي اتفاق للتهدئة سيجعل موضوع العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة مسألة عبثية ومسألة غير ذات جدوى، وبالتالي هي تحاول أن تفرض نفسها في المعادلة. قضية المصالحة وإدخالها إلى هذا الموضوع، طبعا المشهد في البداية كان متعلق بالتهدئة فقط والمفاوضات متعلقة بالتهدئة. ملف المصالحة دخل مؤخرا، والآن الموقف المتبنى من قبل حركة حماس بأنها لن تدخل بأي حوار ثنائي مع حركة فتح، وأنه اتفاق المصالحة ينبغي أن يكون ضمن حوار وطني كامل، لأنه المسار الثنائي ما بين حماس وفتح أثبت فشله
خلال الفترات الماضية من خلال عدد كبير من الاتفاقيات، وبالتالي الآن ينبغي أن يكون أي اتفاق مصالحة في إطار وطني، وهذا أيضا ما ترفضه حركة فتح الآن. لكن موقف حركة فتح الآن هو الموقف الأضعف، خاصة بأنه الوسيط المصري الذي يعتبر حليف يعني تقليدي لحركة فتح أدار الظهر لحركة فتح، والآن هناك محاولة للوصول إلى اتفاق بمعزل عن حركة فتح وبمعزل عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي لذلك تم إدخال ملف المصالحة حتى يتم ضم فتح إلى اتفاق شامل يتعلق بالحالة الفلسطينية وأيضا في العلاقة مع الاحتلال. هذه الضغوطات المتصاعدة وهذا الغضب المصري أو الإدارة المصرية، إدارة الظهر المصرية لحركة فتح، والضغوطات المتزايدة على حركة حماس، هل يمكن أن تدفع برأيك الطرفين إلى التقارب لتلافي هذه الضغوطات؟ حقيقة المنطق يقول نعم، بأنه ينبغي أن تتقارب حركة فتح وحركة حماس لمواجهة كل التحديات سواء الإقليمية أو الإسرائيلية، لكن التجربة مع إدارة محمود عباس لحركة فتح والسلطة الفلسطينية تقول بأنه العكس تماما هو ما سيحدث. محمود عباس عرض كل العوامل المنطقية للتقارب مع حركة حماس لتحقيق مصالحة لمد سيطرة السلطة الفلسطينية ولو بالحد الأدنى أو بالحد المعقول على قطاع غزة، لكن رفض كل ذلك نتيجة تعنت شخصي، وبالتالي الآن محمود عباس يجد نفسه معزولا، لأنه فتح الآن هي عبارة عن ثلاث فتوح: فتح محمود عباس السلطة الفلسطينية، فتح التنظيم أو ما يمكن تسميته تيار مروان البرغوثي، وفتح محمد دحلان. وبالتالي الآن محمود عباس لا يجد نفسه معزولا فقط فلسطينيا، أيضا معزول فتحويا، لأنه هو رئيس جزء من فتح وليس رئيس كل فتح، فضلا عن كونه رئيس كل الشعب الفلسطيني. الآن أكثر أزمة وأعمق أزمة موجودة داخل الساحة الفلسطينية هي أزمة حركة فتح وأزمة السلطة الفلسطينية المتمثلة بالرئاسة الفلسطينية، لأنه كل الخطوات التي اتخذتها إن كان على صعيد العلاقة مع الاحتلال يتم توظيفها بشكل معاكس ضد السلطة الفلسطينية. الآن صفقة القرن يتم التحدث على أنه الخاسر الأكبر فيها هو السلطة الفلسطينية والسياق التقليدي للسلطة الفلسطينية منذ أصله حتى الآن. المسألة الثانية فيما يتعلق بالعلاقة مع غزة، الأوراق الأخيرة أو ما يمكن أقصى ما يمكن أن يفعله محمود عباس هو فرض العقوبات على غزة، اتخذوا بالكامل، وبالتالي لا يوجد أي خيار أمامه، والآن غزة تذهب باتجاه مختلف لتحقيق اتفاق وطني أو على قاعدة وطنية من خلال وساطة مصرية أو غير ذلك. حتى ما يتعلق في قضية الرواتب أو غير ذلك، الآن ضمن اتفاق التهدئة من الممكن أن تدفع الرواتب من خلال أموال الضرائب التي تأخذها إسرائيل بشكل مسبق، ولذلك الآن الأزمة الحقيقية هي أزمة فتح وأزمة السلطة الفلسطينية. اللافت سيد طارق حمود بأنه بالتزامن مع المفاوضات التي تجري جاءت هذه التصريحات من السلطة أو من حركة فتح يعني بفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة وبقطع المزيد من المعونات، وهذه التصريحات مستفزة حقيقة. وبالتالي السؤال إلى أين يريد أن يصل محمود عباس؟ يعني هذه الأيام يبدو كما وصف وكأنه يطلق الرصاص على قدميه. نعم، هي طبعا هذا يعكس حالة الإفلاس الذي يعيشها الرئيس محمود عباس وحركة فتح بشكل خاص والسلطة الفلسطينية بشكل عام في الضفة الغربية، حالة إفلاس وطني حقيقية. لذلك الآن أكبر ما يهدد فيه هو 86 مليون المتعلقة بالرواتب، وهذا إذا تم اتخاذ هذا القرار فأول ما يعاقب به في قطاع غزة هو موظفي حركة فتح والمحسوبين على حركة فتح، لأنه هاي رواتب المحسوبين على حركة فتح في قطاع غزة. هذه المسألة، وبالتالي أيضا يحاصر نفسه أكثر وأكثر، لأنه سيعزل تنظيم حركة فتح في قطاع غزة أيضا عن الكتلة الصغيرة التي بات يرأسها في حركة فتح، وبالتالي يعمق مشكلته داخل حركة فتح أكثر وأكثر، وهذا ما جعله يحافظ على هذا المبلغ ولا يتضمن للعقوبات التي فرضها قبل عدة أشهر. ولذلك هي حالة إفلاس فيما يتعلق بحركة فتح. المسألة الثانية، هناك مشهد جديد متعلق بالساحة الفلسطينية، بأنه هناك انفتاح إقليمي وهناك انفتاح أممي أيضا من خلال مسار الأمم المتعلق بمسار التهدئة مع قطاع غزة ومع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا حركة حماس. وبالتالي معارك فتح حقيقة التي خاضتها عبر تاريخها الطويل كانت من أجل مسألة احتكار التمثيل الفلسطيني، الآن هي ترى بشكل واضح بأنه هذا التمثيل يتم تسريبه باتجاهات مختلفة من خلال الأمر الذي فرضته حالة قطاع غزة، بأنه هناك حالة وطنية
تم إقصائها بالكامل، لا تتمثل في حركة حماس فقط، وإنما حالة الفصائل الفلسطينية كلها. الآن قضية المجلس الوطني واجتماع المجلس المركزي وقضية إقصاء كل الفصائل حتى الفصائل التاريخية في منظمة التحرير تم إقصائها بالكامل من خلال التشكيل الأخير في منظمة التحرير، وبالتالي كل هذا جعل بأنه الحالة الوطنية بدأت تتشكل وتتكاتف بعيدا عن حركة فتح. هذا ما يقلق حركة فتح الآن كثيرا جدا، وبالتالي أي سلوك الآن من الممكن أن يكون ضدها بشكل مباشر، وهذا ما أثبتته الوقائع بشكل كبير جدا خلال الأيام. لماذا تبدو سيد طارق حمود، لماذا تبدو الساحة الفلسطينية يعني بمجمل عناصرها غير مدركة لحجم المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية في زمن ترامب؟ اليوم القدس باتت من وجهة النظر الأمريكية عاصمة لإسرائيل، هناك قطع للمساعدات للأونروا، هناك حديث اليوم من قبل ترامب عن إلغاء حق العودة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية منشغلة بالصراعات البينية. بطبيعة الحال لأنه النظام السياسي الفلسطيني أصلا تأسس على قواعد غير سليمة تتناقض تماما مع منهجية أنه الشعب الفلسطيني هو شعب يقع تحت الاحتلال، وبالتالي ينبغي أن يكون النظام السياسي الفلسطيني يعالج هذه القضية. فبالتالي تشكل النظام السياسي منذ عام 93 أو 94 حتى الآن على قاعدة أنه هي مؤسسة لا تعاني من الاحتلال، وسلطة من الممكن أن تخوض تجربتها إن كان كدولة أو كسلطة ما دون الدولة بمعزل عن كل التحديات المباشرة المتعلقة بالاحتلال ووجود الاحتلال في الضفة الغربية وسيطرته أيضا على قطاع غزة إن كان من الجو ومن البحر. هذا التناقض الموجود ما بين طبيعة النظام السياسي وما بين الواقع الحالي للشعب الفلسطيني هو الذي يخلق مثل هذه التناقضات، وهو الذي يقود الحالة الفلسطينية ككل بهذا الاتجاه. لذلك هناك مسار تقوده حركة فتح والسلطة الفلسطينية عن وعي تام بأنه هذا المسار لا يقود إلى حالة تحرر ولا يقود إلى استقلال وطني، وهناك مسار آخر تقوده باقي الفصائل الفلسطينية نتيجة أنها تتعامل مع أمر واقع أفرزته السلطة الفلسطينية وأفرزته اتفاقيات السلام عام 93 وما بعد ذلك. وبالتالي هذا المسار أي كما قلت يتأسس على قواعد غير سليمة، وتضطر كل الفصائل الفلسطينية إن كان عن وعي أو غير وعي للتعامل مع واقعه ومفرزاته فيما بعد. هذا الذي يقود الحالة الفلسطينية إلى حالة التيه الموجودة الآن، وحالة التيه الموجودة الآن هي التي تحاول حركة فتح أن تغطيها بأنه هي غير مسؤولة عن هذا الموضوع، وأنه تحاول أن تصدر الأزمة باتجاه حركة حماس أو باتجاه قطاع غزة من خلال كثير من التصريحات، سيل التصريحات الذي سمعناه بالفترة الماضية. هناك تطور مهم في هذا السياق بأنه الآن مسار التهدئة يسير في مسارين، الأول المسار المصري والثاني المسار الأممي، وهما مساران على الرغم من أنهما يصبان في نفس الهدف وهو تحقيق تهدئة ما بين الاحتلال وما بين الفصائل الفلسطينية في غزة، إلا أنهما من حيث المضمون أو من حيث الإجراءات متناقضان. المصريين غير مرتاحين للمسار الأممي، والمسار الأممي يحاول تحقيق اختراق معين لتحقيق مصلحة معينة متعلقة في تحقيق الاستقرار. ولذلك عندما تم تأجيل المفاوضات في مصر، لقينا المبعوث الأممي الخاص مباشرة زار غزة بشكل مفاجئ وبشكل وغير معروف لماذا. لذلك هناك سباق ما بين المسارين، هذا نقطة من الممكن أن تكون في صالح الفصائل الفلسطينية في غزة حتى تستطيع أن تحقق أكبر قدر من المكاسب في هذا السياق. أشكرك جزيلا سيد طارق حمود مدير مركز العودة الفلسطيني على حضورك معنا.